المعتذرين اللي حضروا والمناضلات بطبيعة الحال اللي جاوا من بعد من المدن من الجناب ديال الدار البيضاء من سيدي مؤمن ومن الحي المحمدي ومن دول باقي نحييهم عاليا تحية لكل المعتقلين السياسيين المجد والخلود لكل شهداء الشعب المغربي. قبل ما ندخل في المداخلة ديالي عندي واحد الإخبار على أن مجموعة من الناس سواء كانوا مسؤولين أو أحزاب أو قالوا على أن هاد الاعتقالات اللي كاينة ربما لأن مجموعة من الشباب هزوا شعارات اللي كتجاوز السقف ديالها المطالب ديال حركة 20 فبراير. كاين الاعتقال هذه 3 أيام في سيدي مؤمن ديال 3 ديال المواطنين ديال لجنة السكن كيسكنوا كارير حامنة. هو كاين الخبر في الصباح الهامش اعتقال هاد المواطنين. هذا مواطن انا كنعرفو شخصيا ملي كنعيط ليه كنلقى في التليفون ديالو يعني داك لاسونيت اللي عنده ديال النشيد بين قوسين الوطني هادشي فقط انه كشف على مجموعه ديال الخروقات ديال الفساد وديال الاستبداد اللي كاينه في المنطقه. ما كيديش السياسه كاع. هاد السيد ربما كان في اجتماع عند القسم ديال الشؤون العامه في البرنوصي وتم تسجيل فيديو لهذا المسؤول كيطرد مواطنين من المكتب ديالو مباشره بعد الخروج ديالو بعد يومين او ثلاث ايام بعد ما داع هذا الفيديو كيتم القبض عليهم هو ثلاثه ديال المواطنين لسببين. علاش نشروا ذاك الفيديو ديال المسؤول ديال البرنوصي هو كيطرد المواطنين وعلاش دايرين شكايات بالقيد وبرئيس الدائرة ومجموعة المسؤولين لأن الدولة كتقول لك كنحارب البارك ومازال البارك كينبشوا في كارير طوموا في كارير حامنة. هاد الناس فقط بهاد الحدود ضد وبهاد الحوايج راه هما دابا كينبشوا السجن ديال العكاشة وراهم اليوم مضروبين على الطعام هادي 4 أيام. إذا كيبان بالملموس على أن طبيعة الاعتقال أي مواطن غيقول لا للظلم لا للحقرة لا للفساد سيكون المصير ديالو الاعتقال. كاين عبد على الاسماء ديالهم في الجريده انا ما عرفتش الاسماء ديالهم بالضبط. كاين في الطومي عبد الغني في الطومي وربيع بوستة ومواطن اخر لا اعرف اسمه حسب الجريده ما كاينش الاسم ديالو. اذا هاد المواطنين تم الاعتقال ديالهم فقط لانهم نددوا من ملفات ديال الفساد اللي كاينه في سيدي مؤمن. اذا يثبت هذه الممارسات ديال هذا النظام على ان ما عندوش مشكل اشمن شعار غتهز ولكن عنده مشكل واحد هو الحمايه ديال الفساد وديال الاستبداد من داخل هذا الوطن. وخير دليل كذلك على هذا هو اخر تصريح لابن كيران في الجزيره اللي قال عفى الله عما سلف في الوقت للمعطلين والناس مصيبات السبيطارات والناس خيانه والغلاء ديال الاسعار. هذا السيد كيقول عفى الله عما سلف. اذا اللي بغى يخون يخون واللي بغى يسرق يسرق واللي بغى ينهب ينهب اي لحظه يجي مسؤول ويطوي الصفحه وكاننا ما عندنا باس. وغنرجع للمداخله ديالي. قبل ما نرجع للمداخله بغيت نشير واحد النقطه اساسيه وعندها علاقه بالعائلات ديال المعتقلين. كنحيي جميع المعتقلين والعائلات ديالهم لكن اريد ان اشير وغنسطر على السطر الاحمر. احنا كمناضلين جميع المناضلين 20 فبراير ما ننتمي او لا ننتمي كل واحد عنده مواقفه. انا نهار جيت 20 فبراير عندي مواقف كتخصني ملي كنقول الموقف من النظام وها طبيعته لا ديمقراطيه لا وطنيه لا شعبيه كنعرف اش كنقول. وهذا الشيء غنبقى كنقولوا ولو اعدمت مهما كانت المساومات مهما كانت التسائس هذه موقفي ولن اتراجع عليه ولن اخادر الشعب المغربي. وكنقول هاد العائلات الى جا البوليس وقال لكم ان هاد الناس خوانا ولا من هاد الناس ما تعتقلوش ولا هاد الناس علموا عن الانتماء ديالهم للجمعيه المغربيه فالانتماء للجمعيه المغربيه ما جاش حركه 20 فبراير. نحن لا ننتمي الى الجمعيه المغربيه منذ زمان ونحن مناضلين في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب ومناضلين في الجمعيه الوطنيه لحمايه شهاده المعطلين. ما كنلقوش الانتماء ديالنا للاطارات اللي كننتميو ليها ولا ننتمي الى 20 فبراير. السيد اللي كيقول على ان الناس تبرعوا من حركه 20 فبراير كنقول لهم لن نتبرع
ولم يطرح علي هذا السؤال. كنت كنقول هاد السيد كنصيبون بأن توجه لي سؤال أنك مصور بخصوص وجه لي هذا السؤال في الاعتقاد أنك لا تعترف بالنظام. هذا المواطن اللي كنعتبرو كان معتقا معنا هو كيدير الدور ديال البوليس كيوصل العائلات على أننا تبرعنا من حركة 20 فبراير. لن نتبرع من حركة 20 فبراير، نحن عشرينيين حتى النخاع. قلت على أن الرسالة التي توجه إلى العائلات على أن الأشكال ديال البوليس بشكل مقصود أو غير مقصود، هناك مجموعة من الممارسات اللي كيديروها مجموعة من الناس اللي معروفين تاريخيا منذ بداية 20 فبراير، وهم يلبسون الألوان ثم الألوان ويستعملون كل الدسائس وكل المؤامرات من اجل ضرب حركه 20 فبراير. نقول على 20 فبراير مستمره، كل منادي ديال 20 فبراير هو منادي في الميدان، هو منادي في الساحه، ماشي في الفيسبوك وماشي ورا الشاشه. المنادي هو الذي يتواجد في الشارع ويعبر على موقف في الشارع امام الراي العام، امام البوليس، امام المناضلين. اذا قلت على ان هذه الاعتقالات اللي كتجي صفوف الشعب المغربي هي ليس فقط في مدينة الدار البيضاء، بل أن جميع المدن المغربية هناك اعتقالات من طنجة من الجنوب إلى الشمال، اعتقالات في حركة المعطلين، اعتقالات في حركة 20 فبراير، اعتقالات في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بل أن الأمر أبعد من ذلك، هناك اختطافات وهناك مداهمات ديال المنازل وديال البيوت في الشمس الليل وفي الثلاثة الليل. إذا هذا الشيء كيذكرنا بالضبط بسنوات الرصاص، بأن كل الشعارات المرفوعة في التلفازة هي شعارات وهمية لا عدد لها من الصحة، وأن دار لبنان لا زالت على حالها. وباش ما نطولش ونتيح الفرصة لمجموعة من المناضلين الآخرين للكلام على أن قضية المعتقلين هي قضيتنا جميعا بغض النظر على كل تشويشات وبغض النظر على كل مؤامرات. الاعتقاد السياسي هو قضية طبقية مرتبطة بطبيعة هذا النظام، فالاعتقاد السياسي يلتجئون إليه من أجل إسكات الأصوات، من أجل إسكات الناس لسببين، باش ما تعبرش رأيها وباش ما تطالبش بالعيش الكريم. تحية لكم ودمتم للنظام صامدين ومناضلين.